بارك لك كابتن شوير. طبعا يعني انت عارف الواحد لازم يخش بسرعه في اي مجموعه بيخش عليها جديده عشان خاطر يعرف يتاقلم في المناخ اللي موجود في النادي. وزي ما انت عارف النادي الاهلي اللعيبه كلها ما شاء الله عليه، يعني بتحب بعض وقريبه من بعض، وبتخلي اللعيبه الجديده ما فيش حاجه اسمها عندها لعيبه جديده من لعيبه قديمه، كله بيبقى أسرة واحدة وعيلة واحدة، والحمد لله الواحد بيقدر يجتهد ويتمرن كويس لحد ما ربنا بيكافئه في الآخر الحمد لله. يعني لعيب الجوكر دايما لعيب مميز، عمر كمال واحد من اللعيبه اللي يعني اكتسب ثقه مستر مارسيل كولر، بيحتاجك باك رايت موجود، جناح موجود، في اي مركز ظهير ايسر موجود، اعتقد كلها امور بتميز عمر كمال عبد الواحد. والله دي حاجة بترجع فضل من عند ربنا أول حاجة، وثم اجتهادك وتمرينك، ويعني أنت مش أنا مش هقول أنت بتمان، يعني هي دي حاجات بتبقى كل واحد ربنا مديله امكانيات ان هو يبقى مميز في حاجات. الحمد لله على قد ما بقدر بشتغل، مش هقول لك ان انا احسن حاجه وافضل حاجه، بس على قد ما بقدر بشتغل وبجتهد، وربنا بيدي كل واحد على قد تعبه ومجهوده. يعني بطولة السوبر الأفريقي كان مهم إن احنا نصالح الجماهير، كان عندكم رغبة كبيرة جدا من ساعة ما يعني أول لحظات في المطار، أنا شايف في عينيك في عيون كل اللعيبة عندنا رغبة إن احنا لازم نصالح الجمهور ونفرح الجمهور يا كابتن عمر. أنت خدت بالك لما كنت أنت حتى في المطار وقلت لي أنا متفائل من وشوشكم، بس يعني أنت شفت هنا احنا جايين هنا معسكر ما فيش هزار، ما فيش تخاذل في تمرين، ما يعني احنا ما بنخافش على بعض في التمرين. دي حاجه تديك مؤشر ان انت جاي جازز وجاي عايز البطوله باي طريقه واي تمن. لعبت كويس ما لعبتش كويس، يعني كابتن شوبير عارف الكلام ده. البطولات هي عايزه اكسب واجري، الاداء والحاجات دي طبيعي هيتحسن، الجمهور لازم يعرف ان الاداء هيتحسن، لان انت بتلعب بدات الموسم مش كويس قوي، بتلعب ماتشين وبعد كده بتريح شهر وبعد كده هتلعب ماتشين وتريح مش عارف، والضغوطات الكلام ده كله هيجي مع الماتشات ومع اللعب، فطبيعي جدا ان الاهلي هيرجع لمستواه طبيعي جدا ان شاء الله مع استمرار اللعب والماتشات والدوري والحاجات دي. بعد مباراه سيراميكا انا عارف خرجت الاصابه، اتحملت على نفسك، وانا عارف يا عمر يعني الفتره اللي هي بعد مباراه سيراميكا جلسات كتير وامور كتير جدا، عارف انت بتلعب النهارده كمان وانت لسه يعني بتعاني من اصابه، بس ده اللي بيدل على شخصيه النادي الاهلي اللي اثرت اكيد في عمر كمال عبد الواحد. طبعا دي حاجه طبعا يعني بحمد ربنا عليها، ان انت زي ما انت بتقول الواحد على قد ما بيقدر مش بيتباهى بان هو مثلا مصاب وبيدوس على نفسه، لا بالعكس انا بشوف ان طول ما انت بتتعب وربنا شايفك ان انت بتتعب وتدوس على نفسك ربنا هيديلك وهيكافئك في الاخر. انت زي ما قلت انا فعلا يعني مش هقول لك 50%، مش اقل من 50%، بس على قد ما بقدر الحمد لله ان انت يبقى معاك ناس بتشيلك في الملعب وناس مديالك السبورت اول ما اتصبت وبيكلموك وما تزعلش وقدر الله ما شاء فعل، فدي حاجه تخليك ان انت من جوه لو هتموت خلاص الموضوع مش هيبقى بالنسبه لك ان انت يعني عادي، ممكن تضحي بنفسك عشان خاطر الناس تبقى مبسوطه بس مش اكتر، وعشان الجماهير اللي بتجي لك من ابعد الحتت في العالم. كريم ندب بيحبك خلي بالك. يا كابتن تعالى تعالى تعالى. قال لي كلمه النهارده عمر، قال لي احنا اتفقنا احنا مش هنطلع من الملعب ده لو احنا كسبانين. بص اقول لك حاجه، بس يعني قبل اي حاجه، هو لما هو ماشي انا قلت لك ده كابتني، يعني كريم اصغر مني بس كابتني هنا في النادي الاهلي. كريم من الشخصيات لا والله انا غير الكلام. كريم من الشخصيات الجميله، كريم يعني ربنا وحده اللي شاهد بيتمرن ازاي وتمريناته عامله ازاي، ولعيب بروفيشنال بمعنى الكلمه، وزي ما انت قلت هو قال لك الكلمه بتاعت ان مش هنطلع الملعب غير لما نطلع من كسبانين. ده طبيعي، وده يعني هو ممكن يكون اصغر كباتن الفرقه، بس ان هو واحد زيه وفي سنه بيوصل للعيبه، يعني مثلا اكبر انه يوصل لي حاجه زي دي يخليني انا نازل الملعب، لا ما فيش حاجه زي يعني ما فيش خذلان، ما فيش ان انت تكسل، لا يعني ربنا يكرمه ويوفقه ويشوفه احسن مكان يا رب ان شاء الله. تقول لي لعمر يا ندفت هو كبر موضوع قوي، بس يعني بسيطه يعني هو بيتكسر زي وشه عمر وعامل يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، وانا يعني بشكره على ان هو على طول بيساندني، ومع كريم عشره عمر يعني قبل الملعب وقبل الكوره. اشكرك يا عمر، مليون مبروك يا كريم، اعتقد الفرحه مستمره. لا انا سجل انا سجل لا على فكره انا سجلت مع الكابتن الاول.